لا، اليوم حتى الطرف المغربي حسب معلوماتي، على حسب معلومات اللي جاتني، يعني النادي المغربي راهو حتى هو يعني حط روحه في ثوب الضحيه، بحيث قال ان احنا قدمنا القميص للكاف، والكاف هي اللي اعتمدت هذا القميص، يعني الكاف عطاهم الترخيص باش نلعبوا بهذا القميص، يعني حتى هما راهم حاطين روحهم في ثوب الضحيه، وقالوا باللي المسؤول الوحيد في هذا الامر هذا هو الاتحاد الافريقي لكره القدم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.